يلا من بعد انتقال منتدى قلب الجزائر الى مخيمات اللاجئين في تندوس، التقينا بالعديد من المسؤولين، لمسنا الحاجيات الخاصه تاعهم تما، التقينا بوزيره الصحه. وزيره الصحه وفي اطار التبادل وفي اطار محاولتنا لمساعدتهم قدمنا له عندهم على العديد من الاطفال الذين يعانون من امراض في القلب تستدعي جراحه سريعه. نسقنا كمنتدى قلب الجزائر وكمجتمع مدني مع السلطات الجزائرية التي سمحت لنا ووفرت لنا الظروف الملائمة من أجل استقبال هؤلاء الأطفال ومن أجل علاجهم في الجزائر بإذن الله. واليوم استقبلناهم في مطار بوفليب، احنا رانا في مستشفى بوسماعيل لنتم الإجراءات من أجل علاجهم بإذن الله. أمين. هذه راه مبادره جد حسنه ومبادره تاع مواطنه وتاع حسن الجار. يا احنا كبلديه الجزائر الوسطى توأمة منذ 2002 مع ولايه العيون، واليوم هالمبادره وين رانا حاضرين مع رئيس المنتدى قلب الجزائر، وين نظمت هذا اللقاء الحنين، هذا اللقاء مع عائلات الصحراء الغربيه، وين ان شاء الله في الجزائر مدينة باش يكون فيها دي فيزيت ميديكال. وهذه كمبادره اولى وان شاء الله يكونوا مبادرات اخرى كما يقولوا، وين حنا كجزائريين نستضفوا خوتنا الصحراويين ونتضامنوا معهم ان شاء الله ونوقفوا معهم وقفه واحده حتى تقرر المصير ان شاء الله.